مدينة قديمة بمدينة قنيطرة في ظل كورونا، محلات تجارية مفتوحة بجميع أنواعها، المحلات الحلويات، خياطة، فلا شيء يبت بسلاسين عن وجود مرض كورونا في هذا الدار. باع متجولين، محلات أثريات، هذه الأجواء الرمضانية داخل مدينة الفتازة. مطرة، بائع مواد تنظيف. دابا الغريب في الأمر هو تواجد الأمن اللي أمام ديالنا.